إذا للوقوف عند جريمة الإعدامات الجماعية في العراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور معاذ البدري. دكتور معاذ، مرحبا بكم. يعني هناك تحذيرات أممية وهناك رفض من قبل المنظمات الحقوقية الدولية، ولكن النظام بشقيه الحكومة ورئاسة الجمهورية كما ورد في البيان يصران على تنفيذ حملات الإعدام وأيضا المسارعة فيها اعتمادا على مزاعم واهية ومحاكمات صورية، هذا ما جاء في بيان هيئة علماء المسلمين. لماذا هذا الإصرار برأيكم دكتور معاذ؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية طيبة لك أخي العزيز ولمشاهدي قناة الرافدين الفضائية الكرام. طبيعة النظام السياسي القائم في العراق تقوم على هذا النمط من الإقصاء الطائفي والانتهاك للحق الإنساني بأصنافه كافة. إذا تنظر إلى حملات الإعدام المستمرة في السجون الحكومية والتصعيد بزج الأبرياء في السجون في ظل حملات الدهم والتفتيش والعمليات الأمنية المتواصلة في أنحاء مخصوصة من العراق حتى يومنا هذا، مع بقاء المنظومة القضائية على هذه الوتيرة من الطائفية سياسيا محاطة بالفساد، كل هذا هو حلقة في سلسلة من مشاريع العبث في تركيبة وتكوين المجتمع العراقي وتغيير هويته ومصادرة تاريخه وحقوقه. إذا نظرنا إلى سطوة ونفوذ الميليشيات مع حملات التهجير المتواصلة منذ أزيد من 15 سنة وعمليات التغيير الديموغرافي المتزامنة معها، وأضف إليها حالات تجنيس الأجانب من إيرانيين وغير إيرانيين وسعي الحكومة الحديث إلى إجراء التعداد السكاني رغم المغالطات الكبيرة الموجودة فيه قانونيا واجتماعيا وغير ذلك، لا نجد أبدا انفصالا بين هذه الأهداف وبين الإجراءات ومقاصدها وغاياتها المستقبلية أو الحاضرة، وبين المسارعة في تصفية المعتقلين على النحو الطائفي الذي ترتكبه السلطات وتحاول أن تعطيه مظلة قانونية. دكتور معاذ، هناك تصريح لرئاسة الجمهورية التي ربما يعني سارعت بدورها إلى إصدار بيان ردا على الدعوات التي طالبتها بعدم المشاركة في جريمة الإعدامات من خلال المصادقة على الإعدامات. قالت رئاسة الجمهورية إن إجراءاتها سليمة. دكتور، إذا كانت فعلا سليمة، لماذا تنفذ الإعدامات بشكل سري؟ نعم، بالتأكيد هذا التناقض بين التصريحات والأفعال ليس جديدا، بل هو سمة دائمة في منظومة العملية السياسية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا وعلى جميع الأصعدة. بل يعني القول بأن الإجراءات سليمة هو إدانة صريحة للنظام كله وبسلطاته التشريعية والتنفيذية والقضائية. لو كان هذه الإجراءات سليمة كما تدعي رئاسة الجمهورية لما وجدنا كل هذا التشنج في بيانها الذي جاء بأسلوب الفج واستعلائي يجرم من يدعو إلى تحقيق العدل وينتقص من المطالب المشروعة لحقوق الإنسان. فهو جاء ما يقول المثل، كاد المريب أن يقول خذوني القضية، وما فيها أن الاستفزاز الذي بدأ على رئاسة الجمهورية من خلال بيانها يشير بكل وضوح إلى أن إجراءاتها غير سليمة بالمرة. هي تتحدث بعكس ما تعمل، وهذا هو ديدا منظومة النظام السياسي في العراق منذ تأسيسه ولا يومنا هذا. حكومات الاحتلال التسع المتعاقبة جميعها تعمل وفق هذا النمط، تصرح بأشياء بخلاف ما تفعله، وهذا يعطي انطباعا سواء للرأي العام الشعبي في العراق أو الرأي العام الإقليمي وحتى الدولي بأن النظام السياسي القائم في العراق لا يمكنه أن يكون إلا بهذا النمط من الإعوجاج. دكتور معاذ، هناك تصريح للنائب علاء الركابي في مقابلة تلفزيونية يقول إن قضاة وأشخاصا في الادعاء العام اعترفوا له بأن أبرياء حكموا بالإعدام في العراق، وذلك بسبب تهم كيدية من مخبر سري. لماذا لا يعلن هؤلاء للملأ عما يجري؟ يعني بصريح العبارة أو بمنطوق أدق، مما يخشون دكتور؟ طبعا هو إذا أردنا نتحدث عن الخشية فيطول الموضوع بشأنها لأنها تتعلق بطبيعة النظام السياسي القائم على المحافظة، ولكن هذه الاعترافات التي تأتي من داخل العملية السياسية ذاتها تعزز من قناعاتنا وتصادق على ما هو مطروح في إدانة الحكومة والنظام بأكمله، سواء في ملف الإعدامات أو في سياق تعذيب المعتقلين والانتهاكات الجارية في السجون الحكومية أو ما كان في ملفات أخرى أمنية وسياسية واقتصادية وغير ذلك، في ظل ما تشهده
المؤسسات الحكومية من فساد ومشكلات كثيرة تفتقر في الحقيقة إلى أفق قريب لحلها، ولكن هذه الاعترافات تبقى مقيدة بسياق التنافس السياسي ومحاولات الحصول على مكاسب حزبية كانت أو شخصية أصحابها يسعون إلى إدانة شركائهم أو الضغط عليهم أو ابتزازهم مقابل الحصول على مكسب مخصوص أو مصلحة ما، وإلا ما قيمة معرفة نواب أو سياسيين بأمر خطير ولا يحرك أحدهم ساكنا تجاهه، بل يظهر البعض منهم يعني من المفترض أن يكونوا على مستوى من المسؤولية بين قوسين وصناعة القرار. نعم. يظهرونهم لا يفرقون كثيرا عن أي مراسل صحفي يغطي حدثا ما. دكتور، من خلال بيانها الهيئة طالبت المنظمات الإنسانية وأيضا قامت بمناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للضغط على السلطات الحكومية، وذلك من أجل إيقاف جميع الإعدامات والممارسات المشينة التي تنتهك حقوق الإنسان في العراق. هل تتوقعون ردا إيجابيا؟ هل تتوقعون تدخلا من هذه الجهات دكتور؟ طبعا في ظل مجريات الأحداث الحالية سواء على الصعيد المحلي في العراق أو على الصعيد المنطقة، لا نتوقع تدخلا مباشرا على النحو المرجو، بقدر ما قد يكون مشابها للمواقف السابقة التي من المفترض أنها تلزم النظام السياسي في العراق قانونيا عن طريق التقارير أو الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، على الرغم من أن هذا النوع من الإلزامات غير مجدي للأسف، والتجارب السابقة في هذا الشأن كثيرة بسبب نوعية التوافقات القائمة فيما يتعلق بالمشروع السياسي القائم في العراق. النظام السياسي القائم في العراق هو مشروع الاحتلال الذي أسسه، نعلم جميعا أن الولايات المتحدة الأمريكية هي يعني صاحبة الملف العراقي، لا أحد يستطيع أن يخرج عن الإرادة الأمريكية، لكن نحن نفعل ما علينا من باب يعني الإلزام بالواجب المترتب والمتعين على كل من المجتمع الدولي وعلى الأمم المتحدة والمنظمات أو المؤسسات المرتبطة بها. وأيضا ما ذكرناه في بياننا من تذكير في يعني بهذه الواجبات المنوطة بالمجتمع الدولي، نذكر أيضا بالواجب الشرعي والقانوني المترتب على الشارع العراقي ونقابه ومنظماته غير الحكومية ولا سيما الوطنية منها. هذا التذكير يعيدنا إلى أن ننعش ذاكرة العراقيين ونقودها نحو مشروع الهيئة لإنقاذ المعتقلين وإيقاف حملات الإعدام الذي أطلقته الهيئة في أواخر شهر حزيران الماضي. نعم. أي قبل نحو 4 أشهر تقريبا، حينما أعلنت الهيئة عن هذا المشروع أثناء فعاليات ندوة خاصة عقدها القسم السياسي تحت عنوان نحو جهد وطني واسع لإيقاف حملات الإعدام والتصفية الجسدية في العراق. دعوتنا في الهيئة سواء كانت في مشروعنا لإنقاذ المعتقلين أو في بياننا الأخير تنطلق من الأمانة الشرعية والإنسانية والوطنية التي نرى أن من الواجب القيام بها والدعوة إليها، ونرجو أن نسمع لشأنها وردود أفعال إيجابية من جميع الناشطين والمهتمين بهذا الملف. وهذا ما حصل مؤخرا من يعني هناك كانت حملة يعني لا بأس بها من تحظى بالإيجابية انتشرت قبل اليومين الأخيرين. نعم. تدعو إلى إنقاذ المعتقلين وإلى إيقاف حملات الإعدام التعسفية التي ترتكبها السلطات الحكومية في العراق. دكتور معاذ، مركز توثيق جرائم الحرب يعني سجل ملاحظة، وهي أن موضوع تسارع تنفيذ أحكام الإعدام جاء بالتزامن مع مناقشة البرلمان قانون العفو العام وذلك بغرض تمريره. هل هناك رابط أو علاقة في موضوع تسريع أحكام الإعدام بينه وبين يعني مناقشة قانون العفو العام؟ هل تعتقد أن ذلك وارد؟ نعم بالتأكيد هناك علاقة وعلاقة وثيقة جدا. تجارب المشهد السياسي في العراق تقودنا إلى هذا الاستنتاج. دعني أعود بك إلى الذاكرة أيضا بعض الشيء إلى نحو 2 من الآن، في 25 من شهر سبتمبر 2022 الإطار التنسيقي وافق على ورقة مطالب تقدمت بها ما تسمى القوى السنية، التي يعني زعم الإطار التنسيقي أنها سيوافق على هذه الورقة التي من ضمنها تعديل قانون العفو العام ومناقشته وإخراجه بصيغة النهائية، مقابل موافقة هذه القوى على تشكيلة حكومة السوداني حكومة الاحتلال التاسعة. فماذا حصل؟ وافقت القوى السنية على تشكيلة الحكومة، ولكن الإطار التنسيقي ناكث بوعده كما جرت العادة ولم يقدم شيئا في إطار قانون العفو العام. وأيضا
حدث مرة أخرى حينما كان هناك سجال سياسي بشأن قانون العطل الرسمية ذي الصبغة الطائفية، أيضا طرحته ما تسمى الأحزاب والقوى الشيعية على أنه يشبه بمقايضة بين القوى الأخرى. وافق لنا على قانون العطل سنوافق لكم على قانون العفو العام، فتم إقرار قانون العطل وتم تجاهل قانون العفو العام، وهكذا الأمور تسير على هذا النحو داخل البرلمان حتى في أروقة الحكومة ومؤسساتها ذات النزعة الطائفية. الدكتور معاذ البدري مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا جزيلا لكم.